اخبار الامتحان ايه؟ كويس، بس كلهم معاهم التليفونات ومعاهم الاجابات وكله قاعد فوق. ناس يعني بتغش؟ ب 12 شهر هما الثانيه يطلعوا الموبايل ياخدوا الاجابات كلها ويسلموا الورقه ويمشوا. يعني كان في غش فوق؟ اه كان في غش والله العظيم، كان في غش. كل اللي كتير قالوا لي احنا كان معانا التليفونات فوق، بس مش كل ايه بقى؟ ما خدوش. شايفه ان انت عملت ايه في الامتحان؟ مش كل اللي عملت ايه في الامتحان؟ بس مش حرام في الاخر هما يبقى معاهم الاجابات وكل حاجه. يعني انا اتعب في الاخر سايبه شغل 100% من اللي جاي. مش انا بتكلم على حد، انا بتكلم على حد مش قوي، بس برضه انا معاهم شويه. طب المهم هتكلم على فكره ده مش فير ربنا يوفقك يا رب.